4 كاميرات عندك. نبدا صفقه. انا متعود على الصفقه. يلا ابى ادخل في الموضوع، ابى افهم عقلك وابى افهم النيه والمغزى من الاشياء اللي انت جالس تسويها في حياتك خصوصا الحين. فنبدا ب يمكن اهم سؤال ينطبق على كل حد، وهو ليش عمرو حس في فتره من حياته ان في شيء اسمه السعاده، مو بس ككلمه ولكن كمحتوى وكقيمه وكمعنى، بس ليش السعي تجاه السعاده ولا نيل السعاده ولا تطبيق السعاده؟ ليش؟ واي؟ الموضوع ابتدى من فتره طويله. انا ابتديت حياتي كاركيتكت، وابتدى يحصل فيه نجاحات واخفاقات زي اي حد بيشتغل، وبتطلع وبتنزل وبتاع. وبعدين لما ابتدينا نعمل بيوت في ماونتن فيو، كانت سنه 2005، بنينا بيوت حلوه والناس كانت مبسوطه وكل حاجه، بس انا شخصيا مش حاسس ان انا مبسوط، وحاسس على طول خايف على الشركه وعلى حاجات كتير وعلى سمعتي وعلى نفسي وعلى كل حاجه موجوده، ومش فاهم ايه اللي بيحصل، مش فاهم ايه اللي بيحصل جوايا. لغايه ما حصل لي موقف كده، كنت دايما بطلب قهوه زياده بحبها، وبعدين لما بروح في اي حته كان عندي مثلا 24 25، فالناس بتتريق عليا انت بتطلب قهوه زياده، ده مش بتاع القهوه. فاضطريت اخد مظبوط، وقعدت فتره من حياتي باخد قهوه مظبوط، لاني مش عايز شكلي يبقى ايه، شكلي الصغير ده. المهم وانا في الرحله دي حصل موقف هو صغير بس كان كبير قوي بالنسبه لي، ان انا مره وانا بتكلم في التليفون كده وانا في الاوضه لوحدي وقاعد على الكرسي، لقيت نفسي بتكلم بصوت كده جهوري عالي كحه، وبضحك الضحكه عارف ضحكه، المفروض اللي هي ضحكه راجل الاعمال اللي ماسك سيجار في ايده وبيضحك كده وهو ايه، ولازم الناس كلها تبقى شايفاه. وبعدين بصيت على نفسي كده قلت مين الراجل الغلس ده، انت مين، انت فيك واحد فاكر ان صوره النجاح في صوره راجل الاعمال اللي بيضحك الضحكه الجامده، وانا مش بشرب سجاير. فابتديت افكر بقى عايز اشرب السيجار عشان ايه اكون في جوه الجو ده. الحكايه دي عملت عندي وقفه كبيره قوي، ان انا قدرت اشوف نفسي انا مش عاجبني ده خالص، وعايز اشرب قهوه زياده، مش عايز اشرب قهوه مظبوط، وعايز اكون حقيقي، عايز اكون زي ما انا، زي ما كل الناس عارفاني، زي ما انا عارف نفسي. عمرو احيانا انت تكلمت وايد عن ليش، ودخلت حتى على موضوع ان الموضوع ما كان فقط، يمكن نقدر نقول بدا من علامه استفهام في حياتك الشخصيه، وبعدين قررت ما تكون اناني وبس تساعد نفسك، ولكن تقول كيف هالمشكله شكلها مش بس مشكله عمرو ولا التحدي اللي عند عمرو، ولكن ناس في الوظائف ولا ناس اللي بيسكنون في مشاريعي وكل هالاشياء، كيف انا اقدر اساعد كل حد. فاللي حلو انت وسعت المشكله وخليته مثل لحاف، كيف اغطي ناس اكثر معاي انا، المشكله بس مو بانسانيه شخصيه ولكن على النطاق الاوسع. انت قلت لي في 2009 بديت هالمشوار، والغريب انا الحين في 2023 اول مره انا شخصيا اسمع المزيج بين عقار وتطوير عقار وتطبيق، نقدر نقول نموذج ولا فورمولا معادلة سعادة. أول مرة تشوف، يعني عموما ما تشوف بين الهندسة والسعادة ولا السايكولوجي في الهندسة، يعني ما تحس عموما من متزوجين، بس حسيتها أول مرة ابتكار وشيء غير. ويوم سمعت أكثر من الفريق ومن الفريق كنت أقولها مو بس حاطين كترويج ولا كتسويق، لا هم أشوف الشباب مستنسين مع بعض، فرحانين مع بعض، تسافرون مع بعض، وقدمت اشياء معينه. فالنقطه اللي ابا اسالك، هل هالمزيج والابتكار هذا اول مره، حتى يمكن يوم انت كلمت جن قالت لك اوكي انا اطبق هالاشياء، بس ولا مره طبقتها في العقار، ما اعرف يمكن، يعني عارف لما بتيجي تعمل اي حاجه اي منتج في الدنيا، لما تيجي تعمل انوفيشن بيبقى اول خطوه انت بتعمله اصلا ليه، ولازم يكون بيساعد الناس، لان ممكن تعمل اختراع حلو قوي بس مع نفسك انت وتعمله تبقى مبسوط بيه،
بس ما بيساعدش حد وما بيأثرش في حد. فدايما بندور على كلمة اللي هي ايه الانميت نيد، ايه النيد اللي موجود الحقيقي، او ايه المشكلة، او ايه البين بوينت اللي موجود. لقينا اننا في حياتنا اللي عمالة تتطور وعمالة تزداد رفاهية وعمالة تزداد امكانيات، لقينا ان في مشكلة عندنا كلنا، مشكلة عامة، ان احنا كلنا بقينا مشغولين على طول. مشغولين بايه؟ مشغولين بحاجات كتيرة، مشغولين احنا مش مع بعض، مش قادرين نقعد زي القعدة اللي احنا قاعدينها من غير ما يكون في اتصالات وفي ناس داخله وناس خارجه. الشغل بقى عند الناس بقى فتراته اطول بكتير من زمان. الاجهزه بقت والتكنولوجي بقت متطوره، وده مش معناه ان التكنولوجي وحشه، بالعكس التكنولوجي حاجه كويسه جدا وبتساعد الناس وبتقرب مسافات وبتسهل حاجات كتير قوي في الشغل او في حياتنا. بس من كتر ما التكنولوجي بقى فيها سوفت وير قوي وبقت مسليه جدا وبقت بتاخدنا كلنا، بقت كل الناس داخلة عليها. وانا بعتبر الناس بتوع التكنولوجي ان هم very smart. فاول سؤال سألناه، طب ليه احنا بتوع الريل استيت اللي هو، والنهاردة ظهر حاجة اسمها virtual state، صح؟ virtual reality وكل ده عمال بتاخد من هنا لحياة virtual. طب سألنا نفسنا، هو ايه المشكلة؟ ليه الناس بتروح من الحياة العادية اللي هي اللي احنا قاعدينها للحياة الفيرتشول؟ لان حياتنا العادية ما قدرتش تتطور بنفس الشكل اللي اتطورت بيه التكنولوجي. عايز مثلا اقول لك ان في صناعتنا الريل استيت دي اخر اختراع فاد الناس هو من حوالي 150 سنه، عارف هو ايه؟ الاسانسير. واو. غير الاليفيتر ما كانش فيه اي اختراعات. لو انا مسكت البيوت اللي موجوده النهارده اللي احنا بنبنيها او اللي اي حد زينا بيبنيها ورجعت 100 سنه ورا، كل اللي هتلاقيه كوزماتيك، شكل بيتغير، كورنيشه بتتغير، لون بيتغير، ستايل بيتغير. يعني ايه؟ دنيا مباني بشكل من غير الجوهر اللي بيفيد الناس. فقلنا طب ليه بتوع التكنولوجيا نجحوا ازاي لما قدروا يعملوا سوفت وير مع الهارد وير؟ فقلنا احنا محتاجين عشان المشكلة اللي موجودة اننا مشغولين، ازاي نقدر ننجح اننا نعمل حاجة تخليك تسيب الانشغال اللي انت فيه وتقدر تمارسها وتكون بتضيف إليك في سعادتك. لأن أنت مش هتلاقي نفسك أو مش هتبقى سعيد أو هتطلع بره الانشغال لما حاجة تجذبك بشكل قوي وتكون فعلا تقدر تعمل ده. فعشان كده المنتج خد وقت مننا أننا نفكر إيه اللي ممكن نعمله علشان يقدر يخلينا نعمل ده، وده اللي خد مننا أهم وقت ندرسه. وكان حاجة تانية كمان، أنه فاقد الشيء لا يعطيه. لما جينا اشتغلنا مع الجماعة بتوع Delivering Happiness، انه لازم الموظفين بتوع الشركة والتيم بتاع الشركة ياخد سايكل كبيرة خدت حوالي 7 سنين، انه انت لو انت مش عارف يعني ايه سعادة، مش هتعرف، it's like cooking، مش هتعرف تطبخ الموضوع ده. فقعدنا 7 سنين نجهز نفسنا، ما خدت مراحل اننا نجهز الناس ونعرف ايه المشكلة عشان نبتدي نحاول نحلها. الحين عمرو، انا احاول امشي مع المشوار. في قبل 2009 عمرو كان عنده ظروفه وتحدياته الشخصيه وبدا ما يحب عمرو القديم، قال لازم اطور عمرو، هذا ما احب موضوع السيجار والضحكه هذه. اوكي حلو، هذا عرفنا هني كان المصدر. بعدين اشعلت انت الكاتاليست هذا، رحت قلت لازم أطبقه على نطاق أوسع. دورنا يمين يسار، حصلنا جن والشركة مالتها. أوكي، جن قالت لك يا مستعد، يلا مستعد نبدأ. أوكي، بديتوا، قلت لازم الفريق يعيش الظروف 7 سنين، يكدون يتعلمون كيف يطبخون الطبخة، صح؟ أوكي، وصلنا لخمسة. هالخمسة حطيناهم في مشروع اسمه لايت هاوس. أيوة. ليش؟ يوم انا استنتجت ان في 5 عناصر للسعادة، ويمكن الناس مش مستوعبين هالشيء، بس انا بيسر الموضوع، انا بسهل عشان انا فهمتهم، ممكن مش فاهمين هالمهندس ولا هالمحامي اللي جد مو بعرف يربط علاقة حلوة مع اولاده، انا بشتغل عليه وبيسر موضوع انه تلقائيا يعرف ان هذا مصدر للسعادة. حلو. فالطبيب الحين بدأ يقول شو مفروض الواحد يسوي. يوم استنتجت الخمسة، ليش سويت المشروع في شيء اسمه The Lighthouse؟ عشان احنا شايفين انه كل واحد جواه اصلا نور، بس عليه شوية حاجات زي اللي كانت عندي كده، انه ما بتخليهوش حقيقي.
الحاجات دي بتخليك شايل هم كبير وشايل وعايش حياة أنا عايز أحارب عشان أدافع عن اللي عندي، وعايز أبقى بالمنظر ده عشان أبقى بالمنظر اللي عندي. إحنا عايزين نكون حقيقيين، لأن ده بداية السعادة إن إحنا نكون حقيقيين على طبيعتنا، لأن كل واحد فينا هو فيه ربنا مديله بصمة العين أو بصمة الإيد، كل واحد فينا جواه حاجة حلوة، وهو زي الليجو اللي قلنا عليه، هو بازل في الدنيا دي، إحنا كلنا محتاجين بعض وكلنا من البازل دي بنعمل شكل. بس البازل دي بتتكون أول مش إننا نحسن نفسنا أو أخد صورة حد تاني وأعملها، لا، بتتكون أول ما بقى حقيقي وأدور جوايا ألاقي الحاجة الحلوة. بالنسبة لنا الحاجة الحلوة دي عاملة زي النور بالظبط، عشان كده اللايت هاوس إز أ دايركشن، إنه كل واحد بيشترك معانا، وأنت حتى بتعمل معانا البرنامج، يو آر بارت أوف ذا لايت هاوس، بارت أوف ذا لايت. تعرف قلت شيء عمرو كان يلعب في مخي يمكن من 6 شهور. كنت يس أقول أوكي، في ناس تكتئب من ناحية كيميائية، هرمونات تكون مش متوازنة، الإنسان يقدر يكتئب طبيعي. في ناس تكتئب من ناحية صدمة في الحياة، فقدان، خسارة عمل، خسارة حبيب، أي اللي يكون، طلاق، أي شيء. أوكي، عرفنا في اكتئاب من هالناحية وفي اكتئاب من هالناحية، ولكن أحس في اكتئاب أنت تكلمت عن الدواء مال هالاكتئاب، والاكتئاب هو الإنسان اللي يعيش ضد هويته وكيانه، يعني يحاول يكون صورة معينة بس مش هو، يحاول يكون مثل ما يشوف، أنا والله هالأشخاص يعيشون بالطريقة أنا بعيش مثلهم، إيه بس أنت كيف تبغى تعيش؟ والله عمرو سوى هالمشروع أنا بعد بسوي هالمشروع، إيه بس أنت تحب المشروع ولا لا؟ لا لا، عمرو سوى، عمرو دخل فلوس، إنزين تقدر تدخل فلوس تكون بيكر، أنت شو تحب تسوي؟ ولو الإنسان عرف يكون حقيقي مع نفسه، مثل ما أنت قلت، الاتصال بين الهاردوير والسوفتوير، القلب والعقل، إذا قدرت أمزجهم ويكونون أصحاب، بديت أكون جداً أنا فقط. فأحس هالشيء وايد عيبني، وما أنت قلت من شوي، قلت أنا بس أبا أكون الإنسان الحقيقي لعمر، وأبا أسهل للناس يكونون بعدهم نفسهم الحقيقية، عشان هذا اللي يمكن يجلب لهم آخر شيء السعادة. بس عال أنت قلت لي على أرض الواقع في تطبيق، مش بس كلام ونظريات. إنزين، لو أنا أبا أعرف كيف أنت تسوي على أرض الواقع، كيف الموضوع عملي؟ شوف، خلينا نربط حاجتين ببعض، اللي هو السعادة والنجاح. السعادة شبه النجاح، إنها في الآخر جفت زي النجاح، يعني محدش بينجح لوحده، ربنا هو اللي طبعا بينجحك أو ربنا هو اللي بيساعدك، بس في الآخر محدش ينفع ما يشتغلش، محدش ينفع ما يتعلمش، محدش ينفع ما يكونش عنده فكرة، محدش ينفع ما يبقاش كوميتد ليها وفي الآخر هينجح. أكيد لو أنا قاعد على الكرسي أو الكنبة كده وفضلت أقول أنا عايز أنجح وما بعملش حاجة، فممكن أقول أفكار بس ما توصلش لحاجة، ما توصلش للأرض. السعادة نفس الحكاية، السعادة عايزة برضو مجهود، المجهود اللي موجود في أنه بداية أن أنت تكون حقيقي، تكتشف النور والحلاوة اللي جواك، وأول ما بتكتشف الحاجات الحلوة اللي جواك هتكتشف اللي قدامك الحاجات الحلوة اللي فيه. أنت بتحب تتكلم على اللوف، اللوف 3 حاجات بالنسبة لي، passion which is كهرباء أو حاجة بتحصل، هل دي بتقعد على طول؟ لأ، تفضل وتطلع وتنزل. وبعدين commitment، وده في مجهود، تقدر تعمل commitment ولا لأ. اللي بيظبط دول، أنا بالنسبة لي كلمة في النص مهمة قوي، friendship. أول مرة أسمع هالتشكيلة، حلو. أوكي، خلنا نرجع بس للنقطة اللي أنا كنت أبغى أعرفها. لو تكلمنا عن الحب، لو تكلمنا عن اكتشاف النفس، لو تكلمنا عن 5 حقائق للسعادة اللي أنتوا اكتشفتوها من فترة، ورجعنا قلنا أنت قررت تطبقها في مشروع يضيف لشيء أنت عندك اللي نسميه الهاردوير، اللي هالبنايات اللي نشوفها، بس قلت لا، لازم أشوف جزء الناعم، الإنسان آخر شيء مو بس يعني شكل من برا، ولكن عنده قلب وروح وأحاسيس. فلو أنا كمتابع أقول أوكي، عمرو تكلم وقال لي فلسفة جميلة وقال لي شو إن العناصر 5، بس أنا لو رحت وزرت اللايت هاوس، شو أنا بلقى في the لايت هاوس إنه صدق بيساعدني أنا كإنسان؟ رائع. إحنا زي ما قلنا كده، إحنا الأول قلنا المشكلة إن أنت مشغول ومش عارف تلاقي نفسك ومش عارف تلاقي وقت تدي كواليتي تايم.
وده بيخليك مش على حقيقتك الحقيقيه اللي احنا عايزين نطلعها. ومفتاح السعاده بيبتدي لما تكون انت حقيقي عشان بتلاقي النور بتاع الحته دي. طيب اللي بنحاول بقى نعمله في لايت هاوس، اول حاجه المختلف ان الفكره اتحولت لميجرمنت، اننا عندنا خريطه الهابنس ماب اللي فيها الخمسه، وبيطلع منهم اربعه وبيطلع منهم 10، حوالي 200 ايتم 200 ابلكيشن. اتس ا فيري سوفيستيكيتد الايتم، بس دي بتوصلنا اننا نقدر نجمع الخمسه دول ويتقطعوا في مع بعض عشان يحصل بالانس بين عقلك وقلبك. مش بس كفايه ان انت يعني مثلا بتلاقي المينينج حاجه للروح، ان انت تبقى عندك هدف في الحياه والكلام ده كله، وبتلاقي في نفس الوقت الديلايت او الفيتاليتي حاجه للبادي بتاعك، ان انا ماي بادي يكون كويس. لانه عشان يحصل السعاده ما ينفعش واحد يكون بيعمل حاجات خير وقاعد مكسر نفسه وبيعمل بيسعد الناس كلها وجسمه تعبه مش قادر يقوم من على الكرسي، صح؟ فانت لازم اعمل. فاحنا تاني بفكره البادي والهارت والسول والمايند عرفنا نعمل الخمسه دول اللي هم موجودين علشان لما يتجمعوا يحصل البالانس بين قلبي وعقلي، يحصل البالانس بين روحي وجسمي، ويحصل بالانس ليا بيني وبين الناس الاخرين. زي مثلا في واحده منهم الانجيجمنت، عشان كده هم الاربعه زائد واحده انجيجمنت، ايه علاقتي بالاخرين؟ دول كده الخمسه. طيب زي ما قلنا كده انه في مشكله، ان انا مشغول عايز اكون حقيقي، اول حاجه نعملها اننا نقيس. فعملنا الهابينس سيرفي زي الشخصيات ال 36 شخصيه، تخش على ال 44 سؤال، ال 44 سؤال ليهم علاقه بالخمسه دول، بالهارت والبادي والسول مايند، متركبين مع بعض. لما بتعرف شخصيتك، ونجحنا اننا لما نيجي نعمل الشخصيات ان كل شخصيه حلوه، عشان ما حدش يقارن نفسه بالتاني ويقول انت احلى مني ولا انا اوحش منك ولا، كلنا حلوين عشان احنا مقتنعين ان كل واحد هو كنز في حد ذاته. جيت لي مفهومك للنجاح، هل انت مقتنع باللي قدمته لنا الحين عمر؟ هل اكتفيت ولا في زياده وايد؟ يعني انا شايف انه اي انسان لو قال انه اكتفى، طب هو عايش ليه؟ فيعني هل لو فكرت ان انت تعيش، ان انت تتفسح وتعمل، هل انت هتنبسط؟ لا، انت اتفسح واعمل. وانا بعتبر انه برضو حته الشغل، انا وانا رايح الشغل ما بدوس على زرار اسمه شغل، وانا رايح بتفسح ادوس على زرار اسمه بتفسح. الحمد لله دلوقتي انا بقدر كل الزراير دي زرار واحد، انا هنا زي ما انا هنا زي ما انا هنا. والحمد لله احنا نجحنا ان نخلي احنا كلنا مع بعض كاننا بنلعب مش بنشتغل، كانها لعبه لذيذه حلوه سيريس، زي بالظبط ليجو سيريس بلاي. يمكن احنا تاثرنا بالموضوع البازل، وانا متاثر بيه جدا لانه اثر فيا، انه احنا على طول بنلعب بس احنا جد. انا لغايه دلوقتي حتى لما بلعب، مثلا لو بلعب على البحر بيتش فولي، ما ينفعش اهزر حتى لو انا غالب 14-2، لازم بلعب لغايه الاخر. بنلعب يعني بنلعب. فالواحد حلو انه تاخد الحياه انها هي جد على الهزار، هي الاثنين في بعض. لكن الحياه لو بقت هزار بس ما تنفعش، الحياه جد بس ما تنفعش. احنا كهيومن يعني محتاجين نخلط الاثنين يبقوا تركيبه واحده. فلو قلت انه اكتفيت، لا، ما اكتفيت ايه؟ عملت ايه عشان اكتفي؟ او انا حتى ببص بجد، واحنا عملنا ايه؟ لان احنا كل ده بنعمله مع بعض. والنهارده بقى معانا ناس بتدفعنا ما نقدرش نقف، اللي موجودين والفريق بتاعنا هو على طول كل واحد عينه بتلمع وعايز يعمل اكتر اكتر في حاجه حلوه. وايد في كتب ومقالات يقول لك الورك لايف بالانس والورك لايف بالانس. لو اروح مع فكره الورك لايف بالانس وارجع لعمر، عمر قال لي لا، الزرار هذا كان ورك وهذا كان بيرسونال لايف، انا اخذت كل الازرار وسويت زر واحد في حياتي اللي هو عندي معنى وعندي قيمه، وصح العب وهزر ولكن في نفس الوقت في جد وفي شغل. فهل انت مع فكره الورك لايف بالانس ولا لا؟ سوي شيء في حياتك تحس فيه ما ادري معنى ولا قيمه. انا بعتبر ان كلمه ورك لايف بالانس على طول ليبل، احنا بنقول ورك لايف بالانس، صح كده؟ ايوه. فبقى في لايف وفي حاجه وحشه قوي اسمها ورك. هو الورك لايف هو انا وانا بشتغل، مش انا في الحياه برضو، صح؟ هو انا وانا بعمل حاجه مش انا في الحياه. يعني هل ينفع ادوس على زرار اوقف حياتي علشان بروح الشغل؟ ده كده انا على طول هيبقى بالنسبه لي الشغل اوحش حاجه في الدنيا، بسبب الكتب اللي قالت انه ورك لايف بالانس، لانها من الاول ليبلت الشغل انه حاجه وحشه.
فيبقى انا ادوس على زر الشغل الوحش ده وبعدين لما ارجع بقى اكون مبسوط. زي بالظبط لما نقول ايه، انا هفضل اشتغل وعلى الويك اند هبقى لذيذ ومبسوط، فتفضل حياتي عماله تتخطف مني. بس تاني اجين، لايف از ورك، لايف از صحاب، لايف از هوم، لايف از سفر. حتى الكوليجز مالك انت، شوف علاقتك مع الشباب هني احسكم اصدقاء. احنا فعلا ما احس صحاب. علاقه مدير وموظفين، لا احس كلكم شله واحده. احنا فعلا شله واحده. كونسرت، وشو قلت لي شو اسم هذيك الكونسرت اللي رحت له معاهم؟ تيلر سويفت. تيلر سويفت. فيعني حلو تقول لي شايلين البوب كورن والناتشوز، هالسوالف ما تسمعها. وهو ده اللي بي بي بيخلي الناس موجوده، تخليك تدفعك اكتر ما انت بتشتغل، لانه هو ده مش حلمي. ولو انا حلمي ده يبقى حلم بايخ. حتى الحلم بتاعنا كلنا والناس بنصدق بعض ونكون موجودين. ومن اول حاجه وي تشالنج حاجات زي ورك لايف بالانس. ايفن انا هقول لك على تشالنج تاني، انا مثلا ما بحبش كلمه اخرج من الكومفورت زون بتاعك. ليه بالظبط كده؟ لان انا لو انا في كومفورت زون، اسمها كومفورت زون، طب ليه اخرج؟ طب ما هي حلوه، ايه اللي يخرجني؟ انا بسميها اخرج من الفروزن زون بتاعك. فهنا في شويه مفاهيم زي ورك لايف بالانس بتخلينا نلخبط حاجات وتخلينا بقى الورك حاجه وحشه قوي. هي الحياه بقت انشغال، فبس ثمن الوقت بقى غالي قوي. اي والله. واكثر مكان تقضي فيه وقت هي وظيفتك اكثر عن البيت. فلو الوظيفه تعيسه ولا مو متزنه ولا ما لها معنى، دمرنا الدنيا كلها. فاتمنى حتى يعني الورش العمل اللي عندكم وهالاشياء مو فقط بس تركز على حياتي انا خارج العمل، ولكن تخليني اكتشف اللي انا جالس اسويه في الصبح، هل انا سعيد فيه؟ هل هو حقيقي وفي مصداقيه ولا لا؟ لازم اغير ولا احصل ولا اجرب شيء جديد. بس شكرا على وقتك عمر، استمتعنا. اتمنى الافاده كانت للكل، واتمنى الناس يشوفون قصه خلف مشروع. مثل ما انت قلت، لو اشوف المشروع من مره اشوفه شيء ناشف وقاسي وجامد، بس لو اشوف البشر اللي فيه انا ابدا افهم. وانا يربطني الانسان ما يربطني المكان. فاهم شيء دائما اشوف الناس، يا ما رحنا اماكن، مطاعم، سفرات، وانت ما شاء الله تسافر وايد، لو الشعب مو لطيف تقول ما حبيت البلاد. فشكرا. احنا الشكر. شكرا حبيبي.